السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا اليوم ضيف هنا عند صاحبي أبو عزان، وطلعنا نتمشى في وادي بوفشيرة، وللأمانة هالني المنظر اللي أشوفه، يعني منظر غير حضاري ومنظر غير لائق، يعني سواء كان زاير أو راعي بلاد المفروض أنه يحافظ على بيئته ونظافة بيئته. تعال جرب جرب، شوف دود دود، إيش ذنب الغنم والحيوانات إذا كانت هذه؟ وإيش ذنب أهل المنطقة يشيلوا الكشر؟ شوف ايش ذنب السمره مسكينه؟ ايش سوت بكم السمره؟ والله حرام يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندنا اخونا احمد القابري من الوادي ابو فشيغه متصل فينا، سمعوا ايش رسالته. والله اللي نبغاه من السياح انهم اللي ما يقدر يشيل المخلفات يجمعهم في كيسه مثل هذه ويعلقهم عن الاغنام. بارك الله فيكم، تسلم، حياكم الله. اسمعوا في المكان واعطوني رايكم انتم كمشاهدين. بالختام لنجعل بيئة جعلان للسياحة عنوان.